السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، ومن فضلك قم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري في قناتنا. نقدم لكم أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 29 يناير 2021. تابع معنا الفيديو للنهاية. أولا بالنسبة لأسعار اللحم، سعر كيلو فراخ الأبيض 22 جنيه، سعر كيلو مهات الأبيض 15 جنيه، سعر كيلو فراخ الساسو 26 جنيه، سعر كيلو فراخ البلدي 34 جنيه. بالنسبة لأسعار الكتاكيت، سعر الكتكوت الأبيض من 3 جنيه لـ5 جنيه، سعر الكتكوت الساسو من 2 جنيه لـ4 جنيه، سعر الكتكوت البلدي من 2 جنيه لـ4 جنيه. بالنسبة لأسعار البيض، كرتونة البيض الأبيض 30 جنيه، كرتونة البيض الأحمر 31 جنيه، كرتونة البيض البلدي 33 جنيه. بالنسبة لأسعار البط، سعر كيلو بط البلدي 50 جنيه، سعر كيلو بط المسكوفي 35 جنيه، سعر كيلو بط الفرنساوي 18 جنيه، سعر كيلو بط المولار 32 جنيه. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.